الأستاذة نبيلة جوان، محاسبة معتمدة من مدينة مراكش. احنا جينا هنايا أمام قبة البرلمان احتجاجا على المادة 206 مكرر. هاد المادة هادي اللي كتغرم المحاسب المعتمد في واحد المبلغ ديال 10000 درهم، واللي احنا ضدها لأنها كتبان لنا اعتداء على المهنة، كون أننا غادي نقوموا بتسجيل العقود ونتغرموا ب 1000 درهم، وهذا في حد ذاته ماشي عادل، لانه مادام عطيتونا الشهاده ديال التسجيل، اذا صافي راه معنى هذا ان التسجيل راه هو مزيان، ماشي من بعد غادي يتغرم المحاسب المعتمد في 1000 درهم، حين ان المحاسب المعتمد هو الشخص اللي كيعاون دائما الاداره وكيكمل المهمات نتاع المحاسبه. استاذ نور الدين، محاسب من مدينه سلا، جينا اليوم في هذه الوقفة أمام البرلمان احتجاجا ومطالبة بإلغاء المادة 206 مكرر اللي دارها المشرع باش يغرم المهني على واحد المهمة ديال تسجيل العقود، اللي هي من صميم العمل ديال موظفي وزارة والمفتشين ديالها، واللي تيقوم بها المحاسب بالنيابه على هاد الموظفين اللي تكلمنا عليهم. وبالتالي حنا كنا في انتظار ان الوزاره انها تكافئ المحاسب على هاد المجهود وعلى هاد العبء اللي خفوا عليها، فاذا بنا تنتفاجئوا بانها شرعات تغريم المحاسب المعتمد زيادة على الأعباء وعلى التصاريح التي أثقلت الكاهل ديالو. وحنا هنا اليوم جينا باش نطالبوا بالإلغاء ديالها عوض التعديل ديالها اللي كان في الغرفة الأولى واللي هو راه غادي يكون إن شاء الله في غرفة المستشارين. دونك هذا هو بإيجاز السبب ديال الوقفة ديالنا هنايا والسبب ديال الاحتجاج ديالنا على هذه المادة هذه 206 مكرر.